ازيكم يا جماعة، معكم دبينج أحمد. النهاردة كنت بلعب اللي هي لعبة السنيك والبلوكس دي. جبت اللي هو أعلى سكور، اللي هو بتاع اللي هو يعني تجيبوا سكين جديد أو شكل جديد. ده كان أعلى حاجة عندي، بس لسه اشتريت تاني. الحظ ده. يلا صفر. الله. روح بقى، زهقت من اللعبة دي، كل شوية يجي الاد بتاعها. اهو نشتريها بقى، مع اكتر من تمنها كمان. خلاص استخدمت 2. نكسر نكسر. بقى 3 2 1. اوب، ايه ده؟ دبانة دي ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ ده احلى شكل. القرف ده شكله مقرف. دي احلى حاجة يعني في اللعبة؟ والله دور ده بقى. ثلاثة. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، وانصحكم ما تشتروش اخر واحدة. و يلا شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، يا ريت يكون عجبكم، ومع السلامة.